إذا مساء سعيد، دائما نتواصل معكم مباشرة على هامش الافتتاح الرسمي للدورة الأولى للمعرض الوطني الجديد الذي ينعقد في مدينة فاس من 12 حتى 21 يوليوز. الدورة الأولى تعرف مشاركة 120 عارضا يمثلون مختلف ربوع المملكة المغربية على مساحة تزيد على 4000 متر مربع. الافتتاح عرف حضور السيد وزير السياحة النقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي وكذلك الصناعة التقليدية كاتبة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية. هذا ناهيك عن والي جهة فاس مكناس، ممثلين على الجهة، مستشارين وبرلمانيون وأعضاء وموظفو الغرف المهنية التابعة لجهة فاس مكناس. هذه التغطية حية ومباشرة بصوت أخبار مكناس 24. تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حيث كانت هذه الوثيقة وقتها رهن الطبع، وارتأت رئاسة غرفة بناها إلى هذه الأشغال اعتبارا لراهنية مواضع ومدام هذه الاتفاقيات ولطابعها الاستعجالي. يتعلق الأمر باتفاقية الشراكة مع الوزارة الوصية لدعم حرف نسيج البروكار وبرمجة قيمة الدعم في ميزانية الغرفة للسنة الجارية، واتفاقيتين اثنين تهما توسيع وتسهيل مع الفنون الصناعة التقليدية بكل من فاس ومكناس في إطار برنامج الشراكة الذي يهدف إلى تجسيد توجيهات جديدة لصاحب الجلالة في مجال التكوين المهني والرامية إلى النهوض بهذا القطاع وجعله رافعة أساسية للتنمية ببلادنا عبر خلق جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني يتم تسييرها بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتستجيب لحاجيات السوق من حيث التكوين والتخصصات. وسيكون لتأهيل هاتين المؤسستين وفق هذا التوجه الجديد وقع إيجابي كبير على مستقبل قطاع الصناعة التقليدية بالجهة وعلى الصعيد الوطني ككل. وحتى لا أطلع عليكم وأفتح المجال لإشغال هذا الجمع المبارك، أغتنم المناسبة لأتوجه باسم جميع عضوات وأعضاء مجلسنا المبكر بكل السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة كاتبة الدولة والسيد والي جهة فاس مكناس، وإلى السيد رئيس الجهة وإلى السادة عمال أقاليمها بخالص الشكر والامتنان على عنايتهم ودعمهم المتواصل لقطاع الصناعة التقليدية ولأسرته. كما لا يفوتني أن أتوجه أيضا بتشكر هاتفنا الخالصة إلى السادة رؤساء الجماعات المحلية بالجهة على مساهمتهم القيمة في دعم مشاريع القطاع وإنعاش تسويق منتوجات من خلال المعارض والتظاهرات التي تنظمها الغرفة بالشراكة وتعاون مع هذه الجماعات. وفقنا الله جميعا لبلوغ كل المساعي الحميدة لخدمة هذا الوطن تحت القيادة النيرة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كذلك الاتفاقيه ديال المعاهد فنون الصناعه التقليديه ديال فاس والمعاهد فنون الصناعه التقليديه ديال مكناس اللي هما تمت الموافقه مع الشراكه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. عبد الملك بوطين رئيس غرفة الصناعة التقليدية جهة فاس مكناس. كما كتشوفوا هذا النردات التويج ديالو بالزيارة ديال السيد الوزير وكاتبة الدولة والسيد الوالي للمرة الثانية، أنه الحمد لله داروا زيارة بحيث تقريبا ساعتين ونص ومازال ما سالوش. تنتمنوا أنه إن شاء الله تعالى هذا المعرض هذا يزوره واحد العدد كبير، وهذه 4 أيام هذه كاين بشائر الخير وعدد ديال الزوار. وشكرا.